المدينة الذكية هي أنه لازم يكون كاين توافق ما بين القانون اللي راح يستعمل من بين المواطنين والناس اللي عندها المشاريع والمسؤولين، ولازم يكون كاين فهم الإيجابيات اللي حتقدمها المدينة الذكية. الجزائر مدينة ذكية ليس أمراً مستحيلاً أو بعيداً. تحسين خدمات الأنترنت، تطور الذهنيات للتماشي مع التحول الجديد، وتصدير استراتيجية جادة تعتمد بالأساس على الاتصال وإيصال المعلومات في أوانها، عوامل أساسية لبلوغ هذا الهدف. باش نتحدثوا على مدينة ذكية لازم نتحدثوا على يعني البنية التحتية لازم تكون متوفرة في بلادنا. الآن في الجزائر ما نقدروش نحكيو على مدينة ذكية ومازلنا نقطع انترنت في البكالوريا، ومازلنا نتحدثوا على خدمات الانترنت الضعيفة. ما نقدروش نتحدثوا على مدينة ذكية ومازال ما عندناش لي سيرفيس ديبرجمون دو كاليتي اللي يخليو المشاريع هذه تحوي المشاريع تاعها هنا في الجزائر. موقع إلكتروني ولا بوابة تحتوي على كل المعلومات، يعني اللي كامل المؤسسات الاقتصادية اللي عندها علاقة مع المؤسسات الناشئة يحطوا كل المعلومات في ان سول بورتاي. سرعة المعالجة مفروض أنها تكون جزء من حياتنا اليومية. المؤسسات الناشئة رفعت التحدي وأنجزت مشاريع ابتكارية تسمح بتحويل المدن الكلاسيكية إلى مدن ذكية، وكل ما ينقصهم التبني وفرصة لتجسيدها على أرض الواقع. أما المؤسسات العمومية فهي تعمل على تحسين خدماتها وتدارك ما فات. بوسعنا أن نجعل الجزائر مدينة ذكية، شريطة توفر الإمكانيات وخلق سياسة مشاركة المعلومات. وحالياً يستحيل تسيير مدينة ذكية من دون أنظمة معلومات جغرافية. ليس حاجة خيالية، mais c'est vraiment حاجة que nous souhaitons et que nous voulons mettre en place dans l'intérêt de tous les Algériens إن شاء الله. نواجدين أمور هي تطور بسرعة ولازم نلحقوا بهذا الركب التكنولوجي اللي موجود اليوم. تشييد مدينة ذكية لا يقتصر على التكنولوجيا والإنترنت فقط، بقدر ما يعتمد على التواصل وتوفر قابلية للتغيير، ومنه القضاء على البيروقراطية والوسائل التقليدية. فهل يمكن بلوغ الهدف وتكون 2030 انطلاقة لمدن الجزائر الذكية؟